في النشرة على أرض الراية. والحاضر يعلم الغائب. أننا لا نقايض وجود سوريا ووجود لبنان وقضية فلسطين والمقاومة ومحور المقاومة ببضعة حقائب وزارية في حكومة اللبنانية قد لا تسمن ولا تغني من جوع. صواريخ ردا على الصواريخ في عرسال والنبشيت في المرمى. ما بترعبنا هيك الصواريخ، هاي فيشنج. بوتين يهاتف الأسد وهدف اللاذقية صواريخ روسية. أوباما للكونغرس لا تفرض عقوبات إضافية على إيران. صباح الخير. انتهت مراسم عاشوراء بوفاة الحكومة وعظم الله أجركم، ففي ظهورين على الأرض للسيد حسن نصر الله وردين للرئيس سعد الحريري كلفنا خاطر تمام سلام. لا حكومة ولا ما يؤلفون، ولكن هناك ما يعطلون. في الإطلالة الأولى دعا الأمين العام لحزب الله إلى عدم الجمع بين الحكومة والانسحاب من سوريا، فرد عليه الحريري سلبا من وراء البحار والصحارى، رافضا المشاركة تغطية للقتال في سوريا ونافيا أي دور للسعودية في التعطيل. وفي الظهور الثاني رأى نصر الله أن شروط الانسحاب من سوريا تعجيزية، ومرة جديدة أعلن زعيم المستقبل أنه لن يعطي الشرعية لسياسات رعناء تزج لبنان في مهب العواصف الإقليمية، منتقدا تحول عاشوراء إلى مناسبة لإشهار الوقوف مع نظام ظالم. مساعي التأليف وريت في ثرى آخر تصريح، وألغيت معه ذاكرة السنوات التي سبقت وأعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عندما كان النظام الظالم شريكا للرئيس الشهيد، بانيا عصر النظام الأمني اللبناني السوري المشترك، موحدا المسار بالمسارين، عالقا بين دولة واحدة في شعبين، واهبا مفتاح العاصمة بيروت لغازي كنعان الذي مات مقفلا على الأسرار. والنظام الظالم نفسه عاد سعد الحريري ونام في فراشه، تسحر في ليالي رمضان على موائده، وطابت له الإقامة في قصره. كان ذلك بعد الاغتيال وقبل أن تضع السعودية خياراتها في المنطقة وتنضوي بندريا تحت لواء الثورات، وتقرر الإمساك بالملف اللبناني من ترشيح تمام سلام إلى تجميد عملية التأليف. وكما شارك الحريري في لقاء سليمان عبد الله ممثلا عن الجانب السعودي، فإنه تحدث في البيانين الأخيرين باسم ناطق رسمي من المملكة، فنفى عنها تهمة التعطيل وقرر بالوكالة عنها التعطيل. وللمرة الأولى يتفق السيد حسن نصر الله والسفير جيفري فيلتمن على التوصيف، ويلتقيان عند مفترق سعودي، فينقل عن رجل الأمم المتحدة الأمريكي الأزرق أن السعودية تقوم بعملية سابوتاج أو التخريب عن عمد وتمنع تأليف حكومة في لبنان. هو التخريب الذي التقطه نصر الله في خطابين، ووجد أن الشروط التعجيزية التي وضعها المستقبل تأتي امتثالا للرغبة السعودية، وقد يقضى الأمر إذا ما تلاقى الإيراني والسعودي، ولاسيما بعد انبعاث بوادر إيجابية من طهران عن تعليق نشاطاتها النووية، وإعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما السماح للكونغرس بإفساح المجال لإيران لكي تثبت جديتها. بعد سيد الشهداء أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ملعب الراية مختتما العاشر من محرم برسالة سياسية مفادها أن الحزب لا يقايض وجود سوريا وفلسطين والمقاومة ببضع حقائب وزارية. الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مجدداً وللمرة الثانية في أقل من 24 ساعة أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شخصياً على الحشود الغفيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مختتماً مسيرة العاشر من محرم بكلمة حماسية موجزة من 6 نقاط كرر فيها مواقف حزبه من الحرب الدائرة في سوريا ومن مسألة تأليف الحكومة في لبنان، فأكد أن وجود المقاومة على الأرض السورية هدفه الدفاع عن لبنان وفلسطين وسوريا. ولفت نصر الله إلى أن البعض في لبنان يحدثنا دائماً عن المقاومة الفرنسية وعن أنها سلمت سلاحها وينسون أنها انتهت بعد زوال التهديد، في حين أن المقاومة في لبنان حررت الأرض، لكن العدو لا يزال موجوداً يهدد ويتجسس ويحضر الحروب، فهل المطلوب أن نخلي الساحة لهذا العدو؟ وأضاف: طالما أن سبب المقاومة موجود، المقاومة ستبقى موجودة لمواجهة التهديد والوعيد الإسرائيلي. بصراحة، ما دامت الأسباب قائمة فوجودنا يبقى قائما هناك. المشكلة في لبنان دائما أنهم يحولون النتيجة إلى سبب ويتجاهلون السبب. من يتحدث عن انسحابنا بده يكون دقيق واضح. من يتحدث عن انسحاب حزب الله من سوريا كشرط لتشكيل حكومة لبنانية في المرحلة الحالية يطرح شرطا تعجيزيا، وهو يعرف أنه شرط تعجيزي. هو يعرف ويجب أن يعرف الجميع أننا لا نقايض وجود سوريا ووجود لبنان وقضية فلسطين والمقاومة ومحور المقاومة ببضعة حقائب وزارية في حكومة لبنانية قد لا تسمن ولا تغني من جوع. يقولون لنا: لن نشارك معكم في حكومة لتغطي وجودكم في سوريا. وأنا أقول لهم: لسنا بحاجة إلى غطائكم لوجودنا في سوريا، لا سابقاً ولا حاضراً ولا مستقبلاً. نصر الله أكد أن مشكلة التكفيريين هي مع المسلمين جميعاً، وخطرهم يتهدد المسلمين والمسيحيين على السواء، وكرر تمسك حزب الله بالقضية المركزية، القضية الفلسطينية. وندعو إلى كل أشكال التلاقي بالتاء والانفتاح رغم الانقسام والخلاف لننجو ببلدنا ونحقق لشعبنا بعد ما يطمح إليه من حياة عزيزة وكريمة. كان حزب الله قد أحيا مراسم يوم العاشر من محرم في المجلس المركزي في مجمع سيد الشهداء، حيث فاضت شوارع ضاحية بيروت الجنوبية بالحشود التي حضرت تلبية لنداء الأمين العام السيد حسن نصر الله لمواساة الإمام الحسين. فشهدت المسيرة العاشورائية مشاركة الأطفال والكبار والنساء والشيوخ، وهي انطلقت من أمام مجمع سيد الشهداء في منطقة الرويس بتلاوة المصرع الحسيني، وانتهت في ملعب الراية في صفير. وردا على كلام السيد حسن نصر الله، أصدر المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري بيانا أكد أن حزب الله لن يستطيع أن يفرض على اللبنانيين شروط المشاركة في الحياة السياسية. أكد الرئيس سعد الحريري أننا لن نقدم لحزب الله أي شكل من أشكال الشرعية الوطنية لسياسات رعناء تزج بلبنان في مهب العواصف الإقليمية. وقال في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: من مخازي هذا الزمن أن تتحول ذكرى عاشوراء إلى مناسبة لإشهار الوقوف مع نظام ظالم ضد الشعب المظلوم. وتابع: لقد أكد الأمين العام لحزب الله على ما هو مؤكد، وجدد التزامه المشاركة في الحرب السورية والخروج على الإجماع الوطني لإعلان بعبدة ورفضه الابتعاد بلبنان عن الحريق السوري. وأضاف الحريري: حزب الله يستطيع أن يستقوي على لبنان واللبنانيين وعلى الشعب السوري وثورته بقوة إيران ومالها وأسلحتها، لكنه لن يستطيع بعد اليوم أن يفرض على اللبنانيين شروط المشاركة في الحياة السياسية.
لقد اختار حزب الله أن يضحي بسيادة لبنان وكرامته ووحدته الوطنية كرما لنظام بشار الأسد وتلبية لقرار القيادة الإيرانية بحماية هذا النظام، وهو اختيار سيلعنه التاريخ. تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع قائد الجيش العماد جان قهوجي تفاصيل تطورات الأعمال الحربية التي طاولت مناطق عرسال والهرمل والنبيشيت، وشدد على ضرورة أخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المواطنين والبلدات اللبنانية ومنع الاعتداءات عليها والتصدي لمصادر النيران. هذا وكانت المعارضة السورية قد أطلقت صواريخ باتجاه النبيشيت وبعلبك، في حين أطلق الجيش السوري صواريخ باتجاه عرسال. عادت الصواريخ المعارضة الطائرة من خلف الحدود السورية لتقض مضجع البقاع الشمالي. هذه المرة اختار مطلقو هذه الصواريخ العاشر بن محرم اليوم الذي تحيي فيه الطائفة الشيعية ذكرى كربلاء في محاولة لإيقاع إصابات بشرية مباشرة. فهنا عند طريق النبيشيت الخضر سقط 11 صاروخا في أماكن متفرقة لحظة خروج أهالي البلدات الثلاث باتجاه بعلبك عند الصباح، لكن الصواريخ أخطأت أهدافها وسقطت على بعد أمتار في الأراضي الزراعية ولم توقع إصابات بشرية. ما بترعبنا هيك الصواريخ، هاي فيشنج. وأحدى هذه الصواريخ سقطت بالقرب من منزل الوزير فايز شكر، وفي حديث مع الجديد رأى فيها إفلاسا من قبل المسلحين السوريين. اليوم التصعيد كان في تهديد من امبارح، كنا عم نسمع على مواقع الاتصال أو التواصل الاجتماعي بأنه ما رح نخلي يعني فريق المقاومة تحديدا يقدر يقيم مراسم العاشوراء. أنا رأيي كانت القصف يعني عم ينزل هون حد البيت عندي، ومراسم العاشورائية كانت تقام في الحسينيات وفي شوارع النبيشيت. بعدوا عن بعض خلينا نشوف. يقول أهالي هذه القرى أن مصدر الصواريخ هي من قرى القلمون السوري عند تلك السفوح حيث تسيطر المعارضة السورية، ودعوة إلى أهلها إلى طرد المسلحين والعودة بالعلاقة إلى سابق عهدها. ونحن من ناشد أهل القلمون بحكم الجيرة أنه هالعصابات الإرهابية يكعروها من عندهم، لأنه بالنهاية في حكم جيري نحن وياهم، ونحن أهل نحن وياهم، وهذه عصابات إرهابية لازم يكعروهم من حدهم ويبيعدوهم منها. على الضفة المقابلة في عرسال كانت الصواريخ أيضا تنهمر عبر غارتين للطيران الحربي السوري، الأولى عند وادي حميد في أطراف البلدة، وقالت معلومات صحفية أنها استهدفت إحدى منصات الصواريخ للمسلحين، أما الغارة الثانية فطالت بعض المنازل من دون وقوع ضحايا. وإذا مفكرين يعني هن الطيران تبعهم وحد انه بده اسرع اهل ارسال ولا بده يخوفنا، هذا الامر نحن يا خيي بنحب المات من يعني خلقنا لحتى نموت، بقى يا خيي خيطوا بغير هالمسله. وذكرت مصادر امنيه انها تاتي عقب ملاحقه القوات السوريه للمسلحين على طول جبال القلمون، وسجلت هذه القوه سقوط 8 صواريخ في المدينه. من البقاع الشمالي رامز القاضي، قناه الجديد. إقرار زواج أحد أعضاء بلدية نهر إبراهيم بالتزامن مع استقالة نصف الأعضاء فرض حل المجلس البلدي، الرئيس يعترض والداخلية تدافع. تحقيق باسل العريضي. هذه هي البلدية موضع الجدل بين القوانين الإدارية والمدنية من جهة والأحوال الشخصية من جهة أخرى. المجلس البلدي هنا مؤلف من 9 أعضاء، وبعد الطعن بعضوية إحدى السيدات بعد زواجها بناء على سابقة بهذا الموضوع على اعتبار أن نفوسها أصبحت تابعا لبلدة أخرى، وبعد استقالة 4 أعضاء باتت بلدية نهر إبراهيم بحكم المستقيلة. قانون البلدية واضح عند الترشح، هي اليوم أنا مرشحة، عند الترشح لمن ترشحت من 3 سنين كان نفوسها في بلدتها حسب قانون أحوال شخصية، بعد 3 سنين تزوجت بعض الناس هن ذاتهم اللي انتخبوها، ما حجبوا الثقة عنها، ما أسقطوا لها عضويتها، قرايبها وأهلها وأبناء بلدتها بعدها بتمثلهم، كيف بيجيبوا شطب لعضويتها؟ العضو البلدي المعني بالموضوع رأى أنه قدم المصلحة العامة على الخاصة من دون المس بقدسية العائلة. حفاظا مني على المجلس البلدي تركت الأوراق هلا، ما كنت عايزتها. في ضغوطات انه الفريق الثاني نزل عند الخوره، راح على الكنيسه محل ما انا تزوجت، بده الاوراق، نزل عند المختار، صار في ضغوطات كذا جهه سياسيه بدون الاوراق، هول الاوراق شخصيه لإلي، ما حدا قال له حقي ياخذها. انا ما بدي سجل زواجي، ما حدا قال له معي.
أنا القانون بعاقبني لإلي، هيدا بعاقبني بغرامة. إلا أن هذه الآراء نقضتها القوانين المرعية بحسب وزارة الداخلية. من التحقيق اللي عملته الأمن العام، جينا طبقنا المادة 22 من وثيقة قيد الأحوال الشخصية على المتزوج أنه يقدم تصريح زواجه إلى قلم الأحوال الشخصية خلال الشهر الذي يلي زواجه. إذا تمنع الزوج أنه يسجل وثيقة زواجه، الزوجة فيها تسجل وثيقة الزواج. الشيء الثالث شو بيقول؟ إذا تمنع الزوج والزوجة، وهذا ما تبين بالتقرير اللي انعمل، أنه الزوج والزوجة من تموز 2011 لوقت 2013 ما عم يسجلوا زواجهم. ساعتها جاز لقلم الأحوال الشخصية أنه يسجل هيدا الزواج من بعد ما ياخد توقيع السلطة الروحية اللي جرى العقد الزواج عنده. قادر رئيس البلدية بأي لحظة أو حتى السيدة المتزوجة قادرة تروح على الشورى، على مجلس الشورى الدولي، تطعن بقرار المحافظ بإقالة عضويتها، وقادر رئيس البلدية استطرادا يطعن، لأنه أكيد إذا طعن وقبل وقبل الطعن بالقرار حكما ستبقى البلدية، وإذا بالعكس لم يقبل الطعن استطرادا حلت البلدية. الحادثة هذه أظهرت ثغرات قانونية قد تتعارض وحقوق المرأة. طيب معقولة قلنا من أول ما بلشنا بالبلديات يقولوا لنا خدوا وشجعوا العنصر النسائي، منيجي لما بناخد عنصر نسائي ببلدية من نتركها 6 سنين ممنوع تتزوج؟ كيف هيدا القانون؟ بعدين وين المساواة؟ وين حقوق المرأة بهذا الموضوع؟ وين حقوق البلديات؟ طب خلص أنا بالمرة القادمة ما رح أخذ بالمجلس البلدي سيدة. بعد الخبرة اللي عشتها حقوق المرأة يعني مغمشة نهائيا. حكما بأول مراجعة لقانون البلديات رح نوضح نهائيا وبصورة غير قابلة للجزم المرأة العزباء عندما تتزوج وتنقل قيدة، نوضحها بشكل واضح وصريح بمادة قانونية واضحة لا لبس فيها. وإلى حين انعقاد مجلس النواب وبت القوانين المطلوبة لتطوير الحياة المدنية، تبقى لقوانين الطوائف لا سيما الأحوال الشخصية منها كلمة الفصل. بعيدا عن السجلات الإدارية، فإن مشكلة بلدية نهر إبراهيم قد سلطت الضوء على إشكالية تناقض وتعارض القوانين المدنية مع قانون الأحوال الشخصية الدينية. باسل العريضي، قناة الجديد. بعد الإعلان حماس تستعرض قوتها. أهلا بكم من جديد. في العاشر من محرم طقوس استبدلت بأخرى، والدم سال ولكن في المكان المناسب. تعلم الزعيم الهندي الراحل غاندي من الحسين كيف يكون مظلوما فينتصر، والحسين بن علي بن أبي طالب الذي دافع عن الحق فانتصر الدم على السيف. هذه الملحمة التاريخية المفندة تفاصيلها لا تختصر بتقرير. طقوس عاشوراء متعددة، ولعل أبرزها مجالس العزاء التي تحيي ذكرى أهل البيت فتسرد معاناتهم في كربلاء. وإذ تعتبر الأغلبية البكاء على الحسين قيمة مضافة لتمجيد ذكراه، فإن منهم من وجد في مصطلح على تسميته ضرب حيدر عذابا جسديا يواسي الحسين وآله في مصابهم في هذا اليوم. هذه الطقوس التي حرمتها معظم المراجع الدينية يهواها الشبان الذين يقومون بها في معظم الأحيان بطرق غير منظمة. وإن كانت النية مواساة الحسين والسير على نهجه، فإن رسالته أرقى من سيل الدماء على الأرض. وعليه فإن بعض المتطوعين أسسوا جمعية من هو الحسين ليفهم الجميع رسالة رجل ضحى لنتعلم جميعا منه معنى التضحية. وبدل أن تسيل الدماء على الطرقات وجد لها هؤلاء المكان المناسب. يعني حابين نفرجي العالم أنه الإمام الحسين هو إنسان تاريخي عنده رسالة إنسانية، منه لأي طائفة، منه لأي دين. نحاول نلهم العالم ونلهم أنفسنا أنه حبنا للإمام الحسين فيه يتحول لأعمال اجتماعية، أعمال خيرية، أعمال إنسانية. مثل هيدا النهار، النهار يلي الإمام الحسين قدم دمه للعالم، نحن فينا نعمل شيء بلا ما دمنا يكون على الطرقات، في يكون بشريين أشخاص تانين محتاجين له. يعني الدم، نحن وحدات الدم رح نقدمها إن شاء الله لمستشفى سرطان الأطفال لسينت جودز، فكلنا معتبرين إن شاء الله إنه هذه قضية تستاهل إنه كلنا نشارك فيها. الكراسي مثل ما أنتم عم بتشوفوا ما عم بيوقفوا، إقبال بجنن، شباب عن جد عسلمتهم. اتصلوا في جمعية هويس حسين وقالوا لي حابين يعملوا بذكرى عاشوراء حملة تبرع بالدم. أكيد رحبنا بهالفكرة، ونحن من يعني منشجع
ينعمل حملات تبرع بالدم على أي مناسبة. أنا شيعية أرمنية، جيت أتبرع كرمال 2 كيس صراحة، بس الكيس الأكثر إنه في أطفال بالدم. أنا قلبي على الحسين، لأن أنا عراقي من العراق مش لبناني، بس قال لي أول مرة أجي بلبنان وأتبرع الدم لبنان، إن شاء الله على طول إذا كانت في عاشوراء أنا الأول. وفي الخارج تواجد المتطوعون لتوزيع المياه على المارة، مياه حرم منها الحسين وأطفاله. ومن أهم أهداف ثورة كربلاء ومن أهم رموز كربلاء أنه الحسين ضحى بدمه حتى نحن نعيش، فنحن هون عم نعرف العالم من الحسين وعم نتبرع بدمنا حتى غيرنا نعيش. هاي الحسين هو رسالة حياة، هو رسالة عزة، هو مش رسالة نويح أو رسالة تخاذل، هي رسالة قوة. ولعل الرسالة الأهم التي أراد الحسين إيصالها هي اتحاد الجميع في سبيل الأمة وليس العكس، فمن يحيي ذكراه لا يعني أنه يمس بشعائر طائفة أخرى. من يفقه السيرة الحسينية جيداً يتمنى بالفعل أن يكون كل يوم عاشوراء، فالحسين ليس حكراً لا على طائفة ولا على دين، وكربلاء ليس رمزها البكاء فحسب، بل هي رسالة مبادئ ونضال. نوال بري، قناة الجديد. النازحون السوريون قد يصل عددهم إلى نصف الشعب اللبناني مع نهاية هذا العام. أن العدد هو 1,276,300 نازح سوري، إلى 1,267,300 وصل عدد النازحين السوريين في لبنان لشهر تشرين الأول من هذا العام، أي ما يساوي ثلث سكان لبنان، وذلك بحسب الدراسة التي أجرتها شركة أحصاءات لبنان. لا مكان للون الأبيض في هذه الخريطة، فلا أرض في لبنان لم تطأها قدم نازح سوري، توزعوا على كافة المناطق اللبنانية وإن بتفاوت، إلا أن اللافت أن توزعهم الديموغرافي جاء بحسب الانتماء السياسي. كان في أشياء صادمة، أول شيء تركز النازحين السوريين بمناطق قريبة من توجههم السياسي، يعني إذا بدك المناطق اللي شكلها 14 أدار أو بتفكر 14 أدار جاي لعندها جامعة المعارضة، المناطق يلي بتفكر 8 أدار جاي لعندها الناس القريبين أو يلي بيفكروا مع النظام. أبرز ما بيّن معنا أنه في مناطق أساسية من لبنان فيها أعداد هائلة من اللاجئين، يعني إذا بدك بعلبك، عرسال، إذا بدك هون المجدل، أكروم، المحمرة، المنية، طرابلس، بتجي على علي، أب الياس، منطقة البقاع الغربي، بر الياس. أقل منطقة فيها هي جبل لبنان امتداداً حتى منطقة بشري. الأبيض هو المنطقة الوحيدة اللي ما فيها نازحين سوريين، إذا بتشوفي ما في ولا منطقة بكل الخارطة بلبنان بكل البلدات اللبنانية ما فيها نازحين سوريين. ليس عدد النازحين السوريين الذي يصدم فحسب، بل الرقم التصاعدي للاجئين الفلسطينيين أيضا الذين نزحوا من سوريا إلى لبنان. بهالدراسة تبين أنه عندنا 1,267,000 نازح سوري، بس من ضمنهم هولي في حوالي 45,000 لاجئ فلسطيني على سوريا جايين معهم من ضمنهم. بهالرقم من قلبه في 50,000 لاجئ فلسطيني اللي هو عدد هائل يضاف إلى 500,000 لاجئ فلسطيني الموجودين بلبنان. الرقم الصادم أيضا هو عدد الأطفال الذي وصل إلى 500,000 طفل نازح إلى لبنان، وإذا ما قورنا بالعدد الإجمالي لعدد الأطفال النازحين إلى كل الدول بحسب مفوضية اللاجئين وهو مليونان، يكون بذلك لبنان استحوذ العدد الأكبر عن بقية دول المنطقة. في حوالي 500,000 طفل سوري بلبنان اللي هو عدد كبير، يلي هو بيطمن إلى حد ما أنه هالناس هودي أطفال، يعني غير مقاتلين مسالمين، هن أطفال ونساء، ولكن العدد أنه تشوفي 500,000 طفل يعني كمان بحد ذاته مشكلة، يعني في عندك 500,000 واحد بدك تكوني مسؤولة عنهم. حوالي 350,000 طفل من هال 500,000 طفل النازحين هن بعمر الدراسة، كمان هيدي مشكلة كبيرة تضاف إلى المشاكل. إذن لبنان في طفرة أرقام نازحين، وفي حالة تصاعدية، وفي حالة انتظار تقارب الرقم مع عدد الشعب اللبناني ما إن تبدأ معركة القلمون أو غيرها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشيد باستعداد الرئيس السوري بشار الأسد لإرسال وفد إلى مؤتمر جنيف 2 واتفاق فلسطيني سوري لإعلان مخيم اليرموك في دمشق منطقة آمنة خالية من السلاح والمسلحين.
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري بشار الأسد، وأوضح الكرملين في بيان أن المحادثة جاءت بمبادرة من الجانب الروسي تناولت الإعداد لمؤتمر جنيف 2 وتفكيك الترسانة الكيميائية السورية والوضع الإنساني في البلاد. وأمل بوتين في المحادثة أن تتعاطى مجموعات المعارضة بطريقة بناءة وتشارك في المؤتمر، كما أعرب عن ارتياحه للتعاون القائم بين السلطات السورية ومهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة. وحول الوضع الإنساني، أبدى بوتين قلقه من المعلومات حول الاضطهاد المنهجي من قبل المتطرفين للمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى، داعيا الحكومة السورية إلى بذل كل ما في وسعها لتخفيف معاناة المدنيين ولإعادة السلام بين الطوائف. وذكر الكرملين أن الأسد شكر للقيادة الروسية المساعدة والدعم اللذين تقدمهما للشعب السوري. سياسيا أيضا، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون من التأثير البالغ الخطورة للصراع في سوريا على لبنان، مشيرا إلى تزايد العنف على جانبي الحدود والتهديدات الواسعة النطاق للاستقرار والأمن. وفي تقرير إلى مجلس الأمن، أشار إلى أن القوات المسلحة اللبنانية تهرب الأسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية، داعيا مقاتلي حزب الله إلى وقف القتال في سوريا حيث يقدمون الدعم للجيش السوري. ميدانيا، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن قمرا صناعيا أمريكيا التقط صورا للصواريخ في قاعدة سورية في اللاذقية قبل ساعات من تعرضها لقصف إسرائيلي في 30 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأن هذه الصور التقطتها شركة خاصة بطلب من وزارة الدفاع الأمريكية، وأن هذه الصواريخ مشابهة لصواريخ S-300 إلا أنها قادرة على إصابة أهداف على بعد أقل. من جهة أخرى، كشفت مصادر فلسطينية عن نص الاتفاق الفلسطيني لأزمة مخيم اليرموك في سوريا بعدما عقد الوفد القيادي الفلسطيني من اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة زكريا آغا سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين السوريين والفلسطينيين في إطار الجهود التي تبذلها قيادة المنظمة مع السوريين وباقي الجهات لتجنيب المخيمات الفلسطينية المزيد من الإخراط والتورط في الأزمة الدائرة والتمسك بالحياد الإيجابي، مشددين على التعاون مع السلطات الرسمية لتسوية أوضاع من يرغب من المسلحين وانسحاب جميع المسلحين من المخيم لضمان خلوه من السلاح والمسلحين وعودة المخيم إلى مكان عليه سابقا منطقة آمنة. إلى ذلك، انفجرت عبوتان ناسفتان في منطقة الحميدية في العاصمة دمشق، واحتدمت المعارك في أحياء برزي والقابون بين طرفي النزاع عقب إعلان الجيش الحر سيطرته على بلدة حجيرة في ريف دمشق بحسب مصادر المعارضة. وفي حلب، أعلن الجيش السوري المنطقة المحيطة بالمطار منطقة آمنة، ما يعني أن المطار سيوضع في الخدمة في موعد مبدئي منتصف الشهر المقبل بالتوازي مع عمليات الصيانة فيه. حماس تستعرض قوتها العسكرية، تقرير من قطاع غزة للزميل محمد المدهون. الرابع عشر من نوفمبر ليس تاريخا عاديا بالنسبة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. في مثل هذا اليوم العام الماضي اغتالت إسرائيل أحمد الجعبري الذي كانت تصفه برئيس أركان حماس، لتتحول هذه الضربة الموجعة التي امتصتها الحركة إلى حرب استمرت 8 أيام انتهت بما اعتبرته المقاومة انتصارا لها. كتائب القسام نظمت هذا العرض العسكري بمناسبة الذكرى انطلاقا من منزل القيادي محمود الزهار الذي يصنف على أنه أبرز صقور الحركة. الرسالة واضحة، هم أرادوها أن يكون الجعبري أولا فأردناها أن تكون تل أبيب أولا، هذه هي الرسالة. طيب دكتور، في ظل الحصار المشتد على قطاع غزة وهو في أصعب وأشد حلقاته اليوم، هذا الخيار تعودنا على هذا الحصار وسنستطيع إن شاء الله بصبر الناس وثباتهم وصمودهم وإصرارهم وتبيان الحقيقة لكل الأطراف إلى أن يتم إن شاء الله فض الحصار. شكرا. المسير العسكري حمل اسم لبيك يا أقصى، وشارك فيه الآلاف من عناصر القسام الذين رفعوا رايات حماس والإخوان المسلمين، وحمل الملثمون أسلحة تنوعت ما بين صواريخ مضادة للدروع والطائرات وأسلحة نارية كالكلاشينكوف وM16 و250 وغيرها من الأسلحة. فإن كان لنا من رسالة نحن في نساء حماس، فإننا نقول نحن اليوم نساء ورجالا في فلسطين وليس في قطاع غزة فقط، نحن بإذن الله خيارنا هو الذي اختارته لنا المقاومة. القسام أطلقت على الحرب الماضية اسم حجارة السجيل، وانتهت باتفاق تهدئة لم تتوقف إسرائيل عن خرقه. هو العرض الأضخم لكتائب القسام في تاريخها، تشهده غزة في الذكرى الأولى لحرب كشفت فيها المقاومة عن جديد غيرت المعادلة، حرب كان عدد ضحاياها من المدنيين الأبرياء يضاعف نظيره من القادة والعناصر الميدانيين للمقاومة.
هذا منزل إحدى العائلات التي استهدفتها صواريخ الطائرات الإسرائيلية، منزل عائلة الدلو الذي تحول إلى ركام دفن تحته 12 فرداً من الأسرة جلهم من الأطفال والنساء، أعيد ترميمه مجدداً وبات يبدو كقصر أبيض من الخارج لكنه قصر بلا روح. ليش أنا بيتي استهدف؟ فإحنا فكرنا بالأثناء الحادثة والموقف الصعب جداً علي، عرفنا أنه اليهود طبعاً مش أول بيت إلي أو آخر بيت أنه استهدف، دائماً الشعب الفلسطيني متاخد كل حقوقه وكل أراضيه. تمر الذكرى الأولى للحرب وهي ذكرى تحفز للاستعداد لمعركة أخرى، طالما أن العدوان الإسرائيلي ما يزال مستمراً في شكل حصار خانق للقطاع. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. بعد الإعلان، سجون السويد فارغة لقلة النزلاء. أهلا بكم من جديد. سيرجي لافروف في مصر لبحث العلاقات بين مصر وروسيا. وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، حيث التقى مسؤولين مصريين. وأعلن وزير الخارجية الروسي أنه سيتم استئناف التعاون العسكري والاقتصادي بين موسكو والقاهرة. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري نبيل فهمي عقب مباحثاتهما في القاهرة إن روسيا تأمل أن تستقر مصر، معلنا استئناف التعاون العسكري والاقتصادي والطاقة والصناعة والمجالات الاستثمارية والتعاون في مجال البناء، فضلا عن التعاون الكامل في المجالات التي تريدها مصر. أما عن الوضع في المنطقة، فأعرب لافروف عن أمله في التوصل إلى السلام في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن روسيا تعمل على عقد مؤتمر دولي لبحث جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. من جانبه قال فهمي إن علاقة مصر بروسيا علاقة مستمرة وممتدة عبر سنوات، واصفا التعاون المصري مع روسيا في مجالات عدة بالتاريخي. هناك رصيد قديم من التعاون الثنائي في مجالات عدة، هناك بطبيعة الحال الجانب العسكري، وهذا يتم أو بدأ النقاش حوله بالأمس بين وزيري الدفاع. إنما هناك أيضا تعاون في مجال الاقتصادي والتنموي. وأضاف فهمي لقد تناولنا عددا من القضايا الدولية والثنائية، وعلى المستوى الدولي والإقليمي تناولنا ملف الأزمة السورية وعملية السلام في الشرق الأوسط. حملة ترحيل العمال المخالفين في السعودية مستمرة، ومقتل سوداني بعد اشتباكات مع قوة الأمن في العاصمة. أعلنت الشرطة السعودية مقتل مقيم سوداني وإصابة 17 آخرين من جنسيات مختلفة أثناء خلاف بين مواطنين سعوديين ومخالفين لأنظمة الإقامة في حي منفوحة جنوبي العاصمة. وأشارت الشرطة إلى مشاجرات جماعية تم خلالها استخدام أسلحة بيضاء وقيام عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بأعمال شغب استهدفت رشق المارة والسيارات بالحجارة. وأكد المتحدث أن الشرطة تمكنت من السيطرة على الوضع والقبض على عدد من المتورطين في المشاجرات وأعمال الشغب. يذكر أن حي منفوحة شهد أعمال شغب وعنف بين الشرطة وعمال مخالفين غالبيتهم من إثيوبيا السبت الماضي أسفرت عن سقوط 3 قتلى. وبدأ الآلاف من الإثيوبيين صباح الأحد قال إلى المراكز المخصصة بهدف تسريع إجراءات ترحيلهم، بحيث بلغ عددهم الثلاثاء ما لا يقل عن 23,000. وبدأت السعودية قبل 9 أيام طرد العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل بعد انقضاء مهلة 7 أشهر منحتها لهم لتسوية أوضاعهم أو مغادرة المملكة. وفي هذا السياق غادر أكثر من 900,000 عامل أجنبي مخالف منذ مطلع العام الحالي. يشار إلى وجود ما لا يقل عن 9 ملايين وافد في المملكة، تشغل غالبيتهم العظمى وظائف برواتب متدنية للغاية لا يقبلها السعوديون. السويد تغلق 4 سجون بعد انخفاض كبير في عدد السجناء. أعلن مدير السجون والتأهيل في السويد عن إغلاق السويد ل4 سجون ومركز احتجاز واحد بعد الانخفاض الحاد في عدد السجناء. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة السجناء الذين سجنوا بتهمة السرقة وجرائم المخدرات والعنف انخفض بنسبة 36% و25% و12% على التوالي منذ عام 2004. ووفقا للبيانات الرسمية السويدية، فإن عدد نزلاء السجون السويدية انخفض إلى السدس
منذ أن بلغ ذروته عام 2004 بتعداد يبلغ 5722 سجيناً ليصل إلى 4852 سجيناً عام 2012 من أصل 9.5 مليون نسمة هم تعداد سكان السويد، كما يتوقع أن يواصل عدد السجناء انخفاضه خلال الأعوام المقبلة. وقال مدير السجون أن لا أحد يدري على وجه التحديد لماذا انخفض عدد السجناء، إلا أنه تمنى أن يكون النهج الليبرالي السويدي في السجون إضافة إلى التركيز على مبدأ خدمات التأهيل لعب دورا في هذا الانخفاض. وتأتي السويد في المرتبة 179 من أصل 221 في تعداد السجناء وفقا للمركز الدولي لدراسات السجون، إذ يبلغ تعداد السجناء 67 سجينا لكل 100,000 نسمة. أما أكبر عدد من السجناء نسبة لعدد السكان ففي الولايات المتحدة الأمريكية، في حين تعتبر الهند أقل الدول الكبرى في نسبة عدد السجناء بواقع 30 سجينا لكل 100,000 نسمة. وفي الختام نذكر بعناوين النشرة. على أرض الراية، يعلم الغائب أننا لا نقايض وجود سوريا ووجود لبنان وقضية فلسطين والمقاومة ومحور المقاومة ببضعة حقائب وزارية في حكومة اللبنانية قد لا تسمن ولا تغني من جوع. صواريخ ردا على الصواريخ في عرسال، والنبشيت في المرمى. ما بترعبنا هيك الصواريخ، هاي فيشنج. بوتين يهاتف الأسد، وهدف اللاذقية صواريخ روسية. أوباما للكونغرس لا تفرض عقوبات إضافية على إيران. كان هذا كل شيء حتى الساعة، شكرا وإلى اللقاء.